أبراموفيتش. نادي تشيلسي الإنجليزي للبيع حسب ما كشفته صحيفة بيليك السويسرية. ولفت ذات المصدر إلى أن أبراموفيتش في حالة رعب من مواجهة عقوبات الحكومة البريطانية، وهذا الأمر جعله يقرر بيع النادي، حيث تلقى الملياردير السويسري هانس غورغ عرضا لشراء تشيلسي من مالكه الروسي بمبلغ 3 ملايير جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة السويسرية أن أبراموفيتش يحاول بيع جميع ممتلكاته في إنجلترا، كما أنه يريد التخلص من تشيلسي بسرعة الأوكرانية، وخاصة أن الروس ممنوعون أقول من المشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وإلى هذا الخبر.